نعم، هيدي تاني مرة بشوفك ورا المكتب كأنك مدير أعمال أو محاسب عند نديم باشا. لأمتى أنت باقي بهالبيت؟ سؤال وقح. وجودك ببيت مش لإلك أوقح بكثير. أنت مين حتى تحكي مع البابا بهاللهجة؟ أنا أبو ياسمينة، ما حدا خبريك؟ شفتك معها بالجنينة بس ما صدقت. بي إنسان فقير معطر مشرد مثل بنته. أنت مين؟ أنا عم نادر وسامر. مستحيل، نديم باشا ما عنده خي. أنا قادرة أحكي مع نديم باشا والست كريمة ونادر باشا وسامر باشا، يرموك برا. واضح إنك قليلة الأدب مثل بيك. رح تندم على كل كلمة قلتها. مش بس رح تندم، رح تلاقي حالك برا أنت وياسمينة. لك أخذتها وفليت، شو اللي رجعك؟ رجعت حتى نظف هالبيت من العقارب والحياة. عمو نديم؟ نديم باشا؟ نديم باشا؟ حسابك مع نديم باشا رح يكون عسير وكتير قاسي. نياله يا نجلة، نياله. شو قلت؟ قلت بلا حسيدة يا رب. غداي جاهز أو برجع بعد شوي؟ خليك. شو هيدا؟ شو شايف؟ هيدا تحلاية كاسة مهلبية. يا حصرت علينا، ما في مطعم الكذب. العز للرز والبرغل شنق حاله. شو مناسبة هالكلام هلأ؟ مثل وقلناه، أمتى بيحضر غداي؟ عندك مي أو بدك؟ البريق مليان مي، بدي الغدا. خد. لمين؟ إلك، بدك غداك هيدا غداك. شو قصتك يا نجلة؟ أنت اللي شو قصتك؟ حمول الصينية وروح تغدى. وطي صوتك. إذا حدا سمعي بتخرب حالك وبتخربيني معي. حدا مثل مين؟ حدا مثل مين ما كان، أول مرة بتسرق وبتطعميني. مني حرامية مثلك، بالزمان ياما كنت تسرق وتاكل من هالمطبخ. خود وشبع عينك، هيك ياسمينة بدها، بدها إنه ناكل مثل الخواجات ونتحلى مثل الخواجات. وكريمة يا نجلة، بركي شافتني ناطع هالصينية وماشي فيها. رح تعمل حالها مش شايفة. من مطمن ولا مرتاح؟ إذا ما بتطلع من هون والغدا مكشوف ما إلك عندي غدا. هالغدا بيستحق المخاطرة، راح خاطر. صحتين.